مساء الخير لجميع متابعين رؤيا. في الحلقة اليوم، 5 أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة أتلفتها صحة إربد منذ بداية العام، مشكلة هيكلة وتطوير القطاع العام، ملف محاضرة باليرموك، طلب الطب مؤتة يعلقون الجرس لارتفاع نسبة أمراض الكلى. ضبطت وأتلفت بلدية إربد ضمن جولتها التفتيشية اليومية على الأسواق ومنذ بداية العام الجاري قرابة 5 أطنان من المواد الغذائية والمجمدات والمنشطات الجنسية الغير صالحة للاستهلاك. مراسل أخبار الدار رافق كوادر البلدية في جولتها على سوق الجمعة في المحافظة وجاب لنا التقرير التالي. إن المارة بسوق الجمعة في إربد يعلم تماماً أن هناك من يبيع اللحوم والمجمدات والأسماك خارج الثلاجات في بيئة مكشوفة ومعرضة للتلوث، فهل يشترونها وفقاً لسعرها المغري؟ بالنسبة لموضوع اللحوم والمجمدات في سوق الجمعة، والله أنا بالنسبة لي لا أنصح بشراء أي لحوم وأي مجمدات من هذا السوق لعدم الرقابة عليها، فهي بتكون مجمدة وهون بتم تذويبها، وبنطلب من المسؤولين بنطلب من المسؤولين انهم يشددوا الرقابة على هيك موضوع. كثير عندنا محلات بتقود بإربد ومشهورة بقود فيها لحوم او دجاج فاسدة، طب ما بالك هذول اللي قاعدين ببيعوا على هالبسطات. فأنا بنصح من الإخوان اللي بيجوا على سوق الجمعة انهم يجربوا الشغلات هاي، وبنصح من مسؤوليننا الكرام انهم يتابعوا الموضوع هذا بحذافيره. عندنا حوالي 40 مراقب صحي، ال40 مراقب تقريبا هم بيغطوا كافة المنطقة في إربد الكبرى. عندنا 23 منطقة بتبع لمدينة إربد الكبرى، كل منطقة بنحط فيها مراقب صحي بيقوم بدوره. المخالفات طبعا أقل، يوم عندنا طبعا عشرات المخالفات. الضبطات اللي تلفات اللي تم ضبطها عندنا من بداية السنة عام 2018 لغاية اليوم من 1/1 عندنا تقريبا 4 إلى 5 طن من الإتلافات اللي تم إتلافها داخل السوق المحلي. اللي قبل هيك ما راح نحكي فيه. كذلك في بعض المواد الغذائية الموجودة معروضة بالسوق مثل السوق المركزي أو مثل السوق الجمعة، هاي اللي تم ضبطها مواد غذائية تالفة غير صالحة، مواد حبوب منشطات، هذه الأمور كلياتها تم ضبطها داخل سوق الجمعة وتحت رؤية العدسة، وكنا كلياته نعمله على إتلاف ونحاوله نجيب الكابسة البلدية ونحولها لمنطقة الأكيدر. شكوى بتصلنا، إحنا بنقوم بمعالجتها على الفور. يقول المسؤولون أن الباعة يأتون ببضاعتهم من أسماك ولحوم من خارج إربد دون مراعاة لحفظها على الطريق، فتصل إلى الأسواق تالفة ومنتهية الصلاحية، مشددين على أهمية أن يراعي كل واحد منا عدم شراء أي من هذه المواد إن كانت مكشوفة وذات سعر زهيد. كما هو معلوم، فقد تبنت الحكومات الثلاث الأخيرة مشروع إعادة هيكلة القطاع العام، في حين أن المبادرة بالمشروع كانت في عهد حكومة سمير زيد الرفاعي، واللي اطلعت لإعادة النظر بالهيكل الحكومي لحل مواطن الخلل فيه وإصلاحه. فهدف المشروع لتحسين أداء المؤسسات المستقلة، مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل الفجوة بين الرواتب للمؤسسات المستقلة والحكومة المركزية، وذلك بإقرار نظام خاص بالمؤسسات المستقلة على غرار نظام الخدمة المدنية. من هداك الوقت والجهود الحكومية مستمرة في مقاومة رفض الهيكلة والتوعية بأهميتها، ومن هاي الجهود المحاضرة الأخيرة لديوان الخدمة المدنية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك. ظلت آليات الهيكلة مبهمة لكثير من موظفي القطاع العام منذ البدء بتنفيذه عام 2012، ما استدعى عقد ندوات وحوارات لشرحها كما حدث مؤخرا في جامعة اليرموك. كنا نأمل أنه نعرف أكثر عن آلية التسكية بتصير، لأنه الآن تعقد في المحاكم
بعض القضايا اللي بتخص موظفين البلديات اللي بيكون لهم خبرات سابقة، وبيطالبوا بتعديل رواتبهم بناء على فرق الرواتب في الخبرات السابقة. كان هناك بعض البلديات بتحسب دينار واحد فقط فرق رواتب على كل سنة خبرة، وهو بالأصل لازم يكون دينارين على كل سنة خبرة. فالخبراء الماليين بالمحاكم اللي كانوا يكونوا مستشارين في هاي القضايا بيواجهوا مشكلة لعد لغاية سنة 2011 قانون اعتماد الهيكلة. فالآلية كانت مبهمة نوعا ما أنه كيف يتم تعديل راتب الموظف قبل وبعد الهيكلة. بعد هذه العينة من الحضور، يجب التذكير بأن فكرة الهيكلة أساساً لم تكن تركز على قضايا الرواتب والامتيازات فقط، بل كانت تتمثل في إعادة النظر بوجود بعض المؤسسات بهدف إيجاد قطاع عام رشيق من أجل رفع سوية الأداء المؤسسي الحكومي. في هذه المحاضرة طبعاً ركزنا الحديث عن موضوع تاريخ تطور القطاع العام، وكيف أن هذا القطاع قطاع متميز منذ نشأة الدولة الأردنية، وأيضاً عن بعض المشكلات التي تواجه تطوير القطاع العام، وتحدثنا أيضاً عن موضوع هيكلة الرواتب والمؤسسات الحكومية التي تم في سنة 2012، مزايا هذا البرنامج الهيكلي، وأيضاً بعض النقاط السلبية فيه، ودار طبعا المناقشات حول موضوع نظام الخدمة المدنية. لا شك بأن المتتبع للشؤون الاقتصادية والمالية للحكومة سيجد الآثار السلبية للهيكلة واضحة، لكن لا يمكن التقليل من أهمية هذه اللقاءات، خاصة وأن الحكومة لم تتراجع وماضية في الهيكلة بقصد إصلاح القطاع العام. في العام 2010 اتساءل أحمد الحسبان في صحيفة الرأي عن كثرة إقامة الجمعيات والجامعات فيما يسمى بالأيام الطبية المجانية، وكان سؤاله تحت عنوان لماذا؟ وذكر في مقاله أنه بعض هاي الأنشطة بتتنظم بالتعاون مع بعض شركات الأدوية عشان يتبين فيما بعد بأنه غالبية الأدوية اللي عم توزع على المراجعين عم بتكون منتهية الصلاحية. فيما تكشف الأيام الطبية المجانية حجم المعاناة اللي بيعيشها مواطنين مش مؤمنين صحياً، وخصوصاً الفقراء وعمال المياومة، وبينتظر مواطنون في قرى مختلفة وبلديات المملكة تنظيم هاي الأيام رغم إنها عم تعقد ليوم واحد بس بالسنة حتى يحصلوا على علاج أو أدوية للي بيعانوا من أمراض. هاي المقدمة الطويلة كلها كانت مهمة للحديث عن اليوم الطبي المجاني اللي نظمته جامعة مؤتة بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لجمعيات كلية الطب في العالم، والتي علقت فيها كلية طب مؤتة جرس الإنذار لارتفاع نسبة أمراض الكلى. نظمت حملة Amazing Kidness بالتعاون مع كلية الطب في جامعة مؤتة يوم طبي مجاني لخدمة المجتمع المحلي والتوعية بأمراض الكلى والسكر وضغط الدم. هاي الحملة انطلقت لتغطي توعية كاملة عن أمراض الكلى في الأردن، بداية من منطقة الكرك، لأنه خصوصاً هاي من واحدة من واجباتنا ككلية الطب الوحيدة في الجنوب، كلية الطب في جامعة مؤتة بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في العالم. هاي الحملة بلشت خطواتها ووعينا لنطلق الإنذار، لأنه نسبة أمراض الكلى بتزيد بالأردن بنسبة 15% سنوياً، هاي السنة عم بتزيد بنسبة 18%، فأطلقنا هذه الحملة كالإنذار الأولي لمساعدة المرضى ولتوعية للناس أيضاً. الحملة بتشمل جميع الفئات العمرية من الأطفال في المدارس ورياض الأطفال حتى الناس في مراكز الرعاية وكبار السن. الحملة جميلة لأنها بتخدم المجتمع المحلي، طلبة الطب بيخرجوا يقدموا خدماتهم والعلم اللي عندهم للمجتمع المحلي بكافة فئات. فالحملة دي أساساً عبارة عن أنها بتشوف الأمراض الكلى المختلفة اللي موجودة في فئات المجتمع، إزاي نعمل عنها توعية، إزاي إيه طرق الوقاية منها، إيه طرق العلاج. فالمجموعة من الشباب الكلية نظموا من اليوم ده، اتفقنا مع المدرسة وكان يوم جميل بصراحة ويوم رائع أكثر من رائع. عملوا فيه سيرفي استبيان مع الأهالي ومع الطلبة عن معلوماتهم عن الأمراض المختلفة اللي بتحصل، السكر، الضغط، الكلام ده كله، وبعدين عملوا تحاليل لقياس الضغط والسكر والكلام ده، ادوهم شوية إرشادات. حقيقي هم كانوا الأهالي محتاجين الحاجات دي لأن مش كلنا عندنا باك جراوند طبية. هاي الحملة بتمثل التعاون ما بين مؤسسات المجتمع المحلي وما بين المدرسة،
وقاموا مشكورين بالتوعية وبحملات توعية ومحاضرات تثقيفية، وقاموا بألعاب بازلز، كما أنهم عملوا فحص تيست لأمراض السكري والضغط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن نسبة غير المؤمنين صحيا في الكرك تلامس 10%، وهو ما يفسر الإقبال الكبير من المواطنين على الأيام الطبية المجانية في المحافظة. كيف يشتبك نادي وادي موسى الرياضي إيجابيا مع المجتمع؟ بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم من جديد. في سابقة هي الأولى على مستوى الأندية الأردنية بكرة الطائرة، رح يشارك نادي وادي موسى وصيف بطل الدوري رسميا في بطولة الأندية الآسيوية، والتي ستقام في ميانمار نهاية شهر تموز المقبل. وبهاي المشاركة بيكون نادي وادي موسى أول نادي أردني يضع اسم الأندية الأردنية على خارطة الأندية الآسيوية بكرة اليد. يسعى نادي وادي موسى الرياضي منذ عام 1982 للوصول للدرجة الممتازة، لكن محاولاته المتكررة لم تتكلل بالنجاح حتى الموسم الجاري. نادي وادي موسى تأسس سنة 1975 وتعاقبت عليه 26 إدارة منذ تأسيسه. الآن احنا يعني نشارك في بطولات عديدة على مستوى المملكة، أهمها الدوري الممتاز، وحصلنا في هذا العام على وصيف بطولة الدوري بفارق نقطة واحدة عن البطل، وحصلنا من قبل على بطولة الدرجة الأولى البطل وبطولة الدرجة الثانية، ومنذ العام 1982 ونحن بنمارس هاي اللعبة. هناك نشاطات عديدة بنمارسها في النادي على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الثقافي، وفاعلين في المجتمع ونستضيف اجتماعات المجتمع كافة، ولنا أيضا مشاركات في العديد من المبادرات التي تمت على مستوى اللواء. طبعا شاركنا في العديد من البطولات على مستوى الوطن العربي، شاركنا في بطولة الأندية العربية في الجمهورية التونسية، وأيضا في مصر جمهورية مصر العربية، وحصلنا مركز متقدم في بطولة الأندية العربية في جمهورية مصر العربية، أيضا لم يصل له أي نادي أردني من قبل، حيث وصلنا إلى دور الثمانية، وكانت هذه سابقة على مستوى الرياضة الأردنية والأندية الأردنية وكرة الطائرة الأردنية. أيضا نطمح بمشاركات أخرى خلال الأعوام القادمة إن شاء الله، وإحنا الآن بصدد التحضير للدور الممتاز ودور الناشئين والشباب الذي سينطلق في الشهر القادم شهر 4، والدور الممتاز سيكون في شهر 7 خلال تموز القادم، وبطولة الكأس أيضا في خلال شهر رمضان القادم بإذن الله. انتسبت بنادي وادي موسى بال 2013، يعني صار تقريبا 5 سنين، واستفدت يعني لياقة، هو أهم شيء. يعني أنا كنت يعني زمان كنت بلعب يعني وأنا صغير، لكن من لما بلشت بالطائرة يعني استفدت لياقة، ويعني استفدت شغلات كثيرة، إنه صرت كمان حتى أروح وأجي أطلع بطولات أطلع كذا، يعني تنورت بحياتي العملية. أفتخر أنا إنه أنا بلعب في نادي وادي موسى، نادي عظيم، نادي معروف كآسيوياً، وإن شاء الله السنة هاي وطالعين شهر 7 كبطولة آسيا، وربنا يوفقنا إن شاء الله. للنادي أهمية اليوم عاد الشأن الرياضي تتمثل في دعمه للمجتمع المحلي من خلال تقديم القرطاسية والأثاث للمدارس ومساعدة بعض الطلبة ودعم نادي الجدات في اللواء، بالإضافة إلى عمل أيام طبية مجانية يكون من خلالها مشتبكا مع المجتمع المحلي. بترجع أهمية التسويق الإلكتروني لكونه بيتيح البيع 24 ساعة لسبع أيام في الأسبوع، ويمكن من خلاله الوصول لعملاء في مناطق جغرافية بعيدة، وهو بيحمل تكلفة تسويقية أقل لأصحاب الأعمال، كما أنه عملية الشراء الأولى تعني علاقة مستمرة في المستقبل وتشبيك مباشر ما بين التاجر والعميل. وهون بنسأل كيف يدار هذا السوق في الأردن؟ نشهد بوقتنا الحالي تطور ملحوظ في التسويق الإلكتروني على مختلف وسائل الإعلام خاصة الاجتماعية منها، فيما بتتم الإشارة إلى فوائد وإيجابيات المنتج ما بيتم ذكر أي سيئات إله. شو اللي بحكم عملية التسويق وكيف بتقبلها الجمهور؟ بالتسويق الإلكتروني نحن we can share it، نقدر نعمل فيدباك، نكتب كومنت للشركة، نحكي لهم والله إعلان حلو، ما عجبنا، يريدكم عملتوا هيك. نحن هلأ من شبكات التواصل الاجتماعي أعطتنا وسيلة لكلنا نعبر عن أرائنا، يعني كانت سلبية أو إيجابية، كمان سهلت علينا نتواصل مع هدول العلامات ونشارك تجربنا معهم عبر مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي. هو مفروض يكون من أحلى التجارب اللي بتشتغل فيها أي علامة تجارية،
نحن عشان السوق الأردني سوق كتير صغير، كلنا صرنا نعرف مين هم المؤثرين، مين المؤثر اللي عنده مصداقية، ومين المؤثر اللي بس بيعمل هذا البوست عشان مبلغ بسيط أو مبلغ كبير. التكاليف لكل منشأة تختلف، في كمية ربح، نسبة ربح ممكن نحكي عالية جدا، وهذا يعتمد على نوع المنتج أو نوع الفئة، وفي نسب ربح ممكن تلاقي عادي ضمن الطبيعي 10-15%، وممكن تلاقي توصل لأكثر من 50% بأرقام هائلة. من الضروري نتأكد أكثر من مرة قبل شراء أي منتج بتتم الإعلان عنه على المواقع الإلكترونية، خصوصا إذا ما عرفنا أنه أغلب هاي المنتجات ما بتتم من شركات مسجلة وما بيكون إلها موقع يمكن مراجعته في حال صار أي خلل في تقديم الخدمة. نلتقي بعد فاصل قصير. نظمت مجموعة عربكم التطوعية مبادرة لتنظيم وزراعة أطاريف جامعة مؤتة، ودهان وصيانة وترميم مرافق الجامعة تحت عنوان مؤتة أجمل. التفاصيل في هذا التقرير. أطلقت مجموعة عربكم التطوعية بالتعاون مع شؤون الطلبة ودائرة الهيئات الطلابية في جامعة مؤتة مبادرة مؤتة أجمل، بهدف تنفيذ برامج متنوعة توعوية وتطوعية لإعلاء قيمة النظافة في الحياة الجامعية. عندنا كان حملة اللي هي تفاحة بدل سيجارة، هاي الحملة هي توعوية للطالب، إنه الهدف منها إنه الطالب يخفف من الدخان أو إنه يترك الدخان بشكل نهائي، وما شاء الله لقينا اقبال كبير من الطلاب تجاوب. الجامعه الام هي الجامعه اللي بتحتضن النسبه الكبيره من الطلاب، لها حق على الطالب بانه يحافظ على مرافقها، يحافظ على كل ما هو موجود، انطلاقا من مبدا انه نعلم الطالب انه المكان اللي انت موجود فيه لازم تحافظ عليه. فالطالب لما يساهم في مثل هاي الحملات بيكون حريص جدا جدا على كل مرفق من مرافق الجامعه، بيشعر انه مسؤوليته، وله يعني في ارتباط بيصير بين الطالب وبين المكان. اشكر المنظمين على هذا اللقاء وعلى هذه الحمله الطيبه، آملاً المزيد من هذه النشاطات. شبابنا قادر، وبهذه العزيمة سيكون المستقبل واعداً تنتشر فيه الطاقات الإيجابية الشبابية نحو حياة صحية ونظيفة. اتأسست مدرسة دير اللاتين في الإسماكية عام 1909. جالت كاميرا أخبار الدار فيها حملة لإلنا حكاية وتاريخ هذا الصرح الشامخ ودوره في المجتمع ومسيرة الأردن التعليمية. مضى على تأسيس هذه المدرسة قرابة 100 عام، فكانت منارة علم تسلح روادها بأنوار المعرفة، وما زالت تستقبل الأبناء صغارا وتخرجهم كبارا. مدرسة دير اللاتين السماكية تأسست سنة 1909، وقد تم البناء فيها 1912، وهذه المدرسة لها رسالة ذات وجهين، رسالة دينية ورسالة أخلاقية وسلوكية، وهي تبحث دائما للشيء المفيد وللثقافة المفيدة حتى يخرج الإنسان سويا من هذه المدرسة. هذه المدرسة خرجت الكثير من الأجيال، أجيال تبوأت كثير من المراكز في الأردن. هذه المدرسة من الصف الأول إلى الصف الثامن، وهي تدرس اللغة الإنجليزية بمنهاج مختص في المدارس الخاصة والبطريركية اللاتينية، وكذلك لها باع طويل في تعليم الثقافة الدينية والثقافة الأخلاقية والسلوكية. ولا أخفي عليك أن المدرسة لها تأثير في النجاحات المستقبلية للطلبة، وخاصة في المرحلة الثانوية والتوجيهي، لأن التأسيس عندنا في هذا المدرسة تأسيس جيد وقوي، ويستفيد الطالب منه حتى يكون في المستقبل مختزن للمعلومات التي تفيده في شق طريقه في المستقبل وفي الحياة. احنا اليوم متواجدين في هذا الصرح اللي هو يتبع الى البطريركية اللاتينية، وزي ما بنعرف البطريركية اللاتينية دخلت شرق الأردن منذ عام 1886.
أول منطقة كانت إنها هي بالسلط والمصدار ومادبة، وفي عام 1909 في منطقة الجنوب هنا وخصيصا بمنطقة اسمكية هاي القرية بالتعاون مع الكاهن المساعد أنذاك الأب منصور جلال والأب أنطون عبد ربه، قدموا إلى هذه المنطقة وقام أحد المؤمنين بتبرع لهم بمكان بسيط عبارة عن خيمة، وكانت طبعا بالمنطقة القديمة لإسمكية، المنطقة الأثرية لإسمكية. كانت هذه الخيمة تستخدم كسكن للكهنة وكذلك أيضا مدرسة. لحديث عام 1912 مع عشيرة المجالي مشكورة بتعاونها وتقديم أرض لإخوتنا البطاكية اللاتينية اللي قاموا في بناء المدرسة والكنيسة. عم نلاحظ الكنيسة موجودة عندنا خلفنا والمبنى القديم أيضا هنا بالإضافة للمدرسة الموجودة. ومن أهم ميزات البطاكية اللاتينية كانت تسعى دائما إلى بناء مدارس من أجل ترسيخ العلم والمعرفة لدى أبنائها في الأردن الحبيب، لأنه هذا سلاحنا ضد الجهل وضد كل ظلام قد يسود في العالم. فاليوم إحنا مدرستنا موجودة. ما يميز هذه المدرسة هي مدرسة مختلطة بالدرجة الأولى، ثانيا تضم إخوتنا وأحبائنا طلاب أيضا مسلمين اللي تصل نسبتهم إلى 30%. لسنا بحاجة لتأكيد دور المدرسة في بناء المجتمع والدولة، ولكن الأكيد إن هذا الصرح الشامخ بحجارته القديمة شاهد على أجيال وعصور وتحكي قصة إنسان ومكان. في نهاية هالحلقة من أخبار الدار، تابعونا وراسلونا على صفحة البرنامج على فيسبوك، ننتظر تفاعلاتكم ومشاركاتكم. تحية مني ومن فريق البرنامج، مساءكم جميل وإلى اللقاء.